السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش غادي نقصو لي كيلومتر من السيارة ديال رونو ميغان اللي كتحتوي على هاد الطابلو. اذا غادي نحتاجو طاكو برو والبياسترا رقم 37 خاصة بالنيك. وعندنا الطابلو ديالنا هنا افيك لي فيل كونيكتي. الطريقة ديال تركيب لي فيل ديالنا غادي نشوفوها الآن. اذا هنا كنركبوا البياسترا بوحدها، الخيط ما كنركبوش. اول حاجه كنقوموا بها الان كنشعلوا الطاكو برو ديالنا. اوكي، غادي نمشيو نك. اوكي، اذا الان نقوم بالتركيب ديال الكابلي ديالنا. إذن غادي نمشيو لميغان. ميغان، أوكي. اذا كما كتشوفوا معنا الفالور القديم 300000 كيلومتر. اذا هنا غادي نديرو حنا الفالور ديالنا الجديد، 1 5 0 0 0 0. اوكي، وبالتالي كتكون العملية قد تمت بنجاح. باش غنعاودو نتأكدو غادي نعاودو نقومو بالعملية مرة أخرى. غنمشيو لميغان، نديرو أوكي. اوكي، اذا كما كتشوفوا معنا
من الفالور ديالنا ولا كيما بغينا.